استمرار مشاكل ضخ المياه إلى قرى وأرياف مدينة القرداحة، اجتمع مجلس مدينة القرداحة مع رؤساء بلديات القرى والجهات المعنية من مياه وموارد مائية وكهرباء. طبعا المشكلة الأساسية اللي عم نعاني منها بالبلدة بخصوص المياه هي إنه كل 8 أيام عم تجي المي ساعة واحدة، يعني كل حي من أحياء القرية عم يشرب ساعة واحدة، وإذا كان في مشكلة بالضخ يعني ما في استدراك لهالموضوع، عم نضل 16 يوم لحتى تجي المي. طبعا هناك معاناة حقيقية لأهالي ريف منطقة القرداحة بالنسبة لمياه الشرب، حيث أن حوالي 20 قرية تعاني من الوارد المائي أو الضخ من نبع السن. في هذه القرى أحيانا تصل تغذية المياه حوالي 20 يوم ساعتين. في الريف في بعض المحاور رغم توفر موارد مياه طبيعية في القرى، إن كانت آبار ولا ينابيع ولا أنهار بسيطة أو سدات مائية يمكن استثمارها لصالح موضوع مياه الشرب طبعا بعد تعقيمها. حلول إسعافية بالإضافة إلى حلول جذرية تعمل عليها الجهات المعنية لتحسين الواقع المائي في تلك البلدات والقرى. عندنا مشاكل صراحة بالمناطق اللي عم تتغذى بالمصادر المحلية لمدينة القرداحة أو لريف القرداحة، لأنه هناك المناطق الآبار أو المصادر المحلية خاضع على تقنين الكهرباء ولا مشاكل الطاقة، فبالتالي بدها تكون الحلول فردية لكل بير لكل حالة لحالها. تم الاتفاق على بعض النقاط وذلك من أجل معالجة بعض الاختناقات المائية الموجودة في منطقة القرطح. طبعا في عندنا نقاط سنذكر على سبيل الذكر للحصر، بعض النقاط في منطقة بشلامة وفي نقاط أخرى موجودة في منطقة القرطح. طبعا تم التوجيه بزيارة فترة التغذية الكهربائية لفترة محددة من أجل تجاوز هذه الأزمة المائية. نحن الإمكانيات متوفرة عندنا في مديرية الزراعة بما لا يتعارض مع جاهزية الإطفاء، الآبار الموجودة عندنا وبعض الصهاريج التغذية الموجودة، اقترحنا وضعها بالخدمة تحت إشراف السيد المحافظ والكوادر الإدارية الموجودة لتخفيف من أعباء نقص المياه الموجودة في ريف المحافظة. استجابة سريعة وتضافر للجهود من قبل الجهات المعنية لتزويد القرى والبلدات بالمياه بشكل يحسن الواقع المائي فيها.